انتهينا من إنتاج حلقات الموسم الأول من برنامج مغتربون لصالح قناة الجزيرة، وجلسنا نفكر ما الذي يمكن أن نضيفه على حلقات الموسم الثاني. خرجنا بمجموعة أفكار، منها إنتاج موسيقى تصويرية، ومن هنا جاء التعاون مع الموسيقي المعروف أمين بوحافة ومع أوركسترا براغ في إنتاج هذه الموسيقى. أهم ساعات هي ساعات التحضير، على خاطر غدوة ما فماش وقت ما فماش وقت لازم نضيعه. احنا في براغ، غدوة تسجيل في استوديو شميكي مع أوركسترا فيلارموني للسيتي اوف براغ. حيكون عندنا تقريبا اكثر من 50 عازف. الموسيقى التصويرية هدفها الأول هي خدمة الصورة، خدمة الفيلم، خدمة العمل الدرامي. خرج البعض مدفوعا بقسوة ظرف عام أو خاص، وخرج بعض آخر راغبا في العلم أو حالما بالرزق أو مسكونا بسحر الرحلة نفسها. وجدنا أن التعاون مع أوركسترا وعازفين سوف يضيف روح وحياة، وبالتالي قررنا الذهاب باتجاه أوركسترا وليس آلات إلكترونية أو كيبورد. How are you doing? I'm waiting on you. You're back. Yes, I am. All right. So are you ready for this? Yes, I am. Okay, excellent. من قبل كانوا كبار، شوف قديش كبيرة يعني. فاحنا صغرناها للحجم هذا. ناسا قررت انه تسمي هالمركز بعدني، بعلم تشوف وراني بتقول تشارلز لاشي ميشن كنترول سنتر. هلا حيكون هذا الاسم لمدة 100 سنة. It's something like a coordinator between the studio, the orchestra, the musicians. We had fantastic music today as well.
he's always prepared. He knows what he wants. His music is real music. And always his music always works with the movie. Hi Hannah, how are you? Hello. Hi, شو أخبارك؟ How are you? كيفك؟ هلا أنا حطيت سكايب على اللابتوب so you can speak to mom وتشوفيها. طبعا مش بنتي. معلوم مش سائلها. مش سائلها ولا أخوها. فيش عندي غير هالتنين. دائما بقول له انت ماي هاف هارت قلبي نص قلبي والنص الثاني كان لبنيته عبزني كثير And for me what seems most important about my dad ابتسامة والدي كانت في الواقع اهم شيء فيه فهو من النوع الذي مهما حصل فان الابتسامة لا تفارقه اعتذر لكم فقد غمرتني المشاعر